البطل العراقي العالمي عدنان القيسي على حلبة المصارعة يدافع عن حزام بطولة أوروبا ضد أبطال عالميين تحدوا بطولته. هنا يلتقي بطلنا القيسي بجون ليز بطل إنجلترا ودول الكومنولث الذي يبلغ وزنه 110 كيلوغرامات وطوله 186 سنتيمترا ونازل أبطالا عديدين وربح ضد 90% منهم. السيد نائب رئيس الجمهورية الفريق الأول الركن صالح مهدي عماش وحضره الأستاذ شبلي العيسمي الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي والسادة الفريق حماد شهاب وزير الدفاع والأستاذ عبد الكريم الشيخني وزير الخارجية والأستاذ عزة الدوري وزير الإصلاح الزراعي. وما إن ظهر البطل القيسي حتى عمت الملعب موجة عارمة من الحماس. اليوم الثاني من أيام عيد الفطر المبارك كان ملعب الشعب الدولي يغص بحوالي 50,000 متفرج قدموا من شتى أرجاء القطر لمشاهدة هذا النزال المثير. يحكم النزال المستر جورج ويت الحكم الدولي المعروف وحضر النزال ولوح بحزام البطولة المستر جورج ريليسكو رئيس الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة غير المقيدة للمحترفين. يسيطر على الحلبة والجمهور يلتحم بدقائق النزال. Thank you.
مسكات عدنان لا تقاوم. مرة أخرى يحكم بطلنا الشجاع سيطرته على الحلبة. يحقق عدنان حلم أهله وأحبته ويحرز لهم النصر في الجولة الأولى ويتوقف النزال دقيقتين.
خسر ليز الجولة الأولى يحاول الآن أن يكون شرسا ولو على الحبال رغم تنبيهات الحكم له بعدم جواز الضرب على الحبال. عدنان يمتاز بهذه الضربات المحكمة. أخيرا هذه المسكة المقفلة التي لا يستطيع ليز الفكاة منها، ثم يبتسم ليز ويظل يتدحرج على الحلبة بينما يرفع بطلنا يديه تحية لهذا الجمهور الصاخب الذي ملأ الملعب فرحا وابتشارا بهذا الفوز الجميل. رئيس الجمهورية الفريق الأول الركن صالح مهدي عماش يقوم بتقليد البطل القيسي حزام البطولة، فما أجمله من انتصار.